اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والدكتوره هاله سعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير الماليه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكليه للاقتصاد في ضوء الاجراءات الاستثماريه والتمويليه الاخيره وحزم تنشيط القطاعات الاقتصاديه وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومه على مدار العام الماضي وهو ما انعكس في تحسن نظره مؤسسات التصنيف الائتماني الدوليه لمستقبل الاقتصاد المصري حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام وزياده نشاط القطاع الخاص والتركيز بشكل اكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثه وزياده الصادرات كما تناول الاجتماع اجراءات الحكومه لمواجهه التضخم وضمان استقرار اسعار السلع حيث تم عرض الجهود الراميه لزياده حجم المعروض السلعي بالاسواق المحليه سواء من خلال تيسير اجراءات الافراج عن البضائع في المواني في ضوء التدفقات الاخيره من العملات الاجنبيه او بزياده الانتاج المحلي مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسيه كما تابع السيد الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال خفض العجز الكلي للموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة المشروعات الإنتاجية لا سيما الموجهة منها للتصدير. كما وجه السيد الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الاعباء عن المواطنين خاصه من حيث السيطره على التضخم مع التركيز على الموازنه العامه المقبله على قطاعات التنميه البشريه وعلى راسها الصحه والتعليم بما يضمن تقديم خدمات افضل للمواطن المصري ويسهم في انجاز اهداف الدوله بتحقيق التنميه الشامله